حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والترمذي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا الحديث وإن حسنه الألباني رحمه الله في مجموع طرقه، إلا أن الترمذي قال إسناده غريب ليس بمتصل. ابن حجر رحمه الله في الفتح قال هو حديث ضعيف، وجاء عند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد أضعف. قال: ولذلك بوب البخاري فقال: باب موت يوم الاثنين. قال كأنه يشير إلى تضعيف الحديث الذي فيه فضل الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة.